كمان معانا هاتفيا الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه الوقائيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك يا دكتور. ويمكن الناس دايما في حاله من القلق الحقيقه زينا زي كل دول العالم، فعايزين من سيادتك تطمينات في ظل هذه الظروف الراهنه ومدى تعامل الدوله بهذه الجديه مع هذا الفيروس. شوف سيادتك، اولا انا بشكرك على هذه الاستضافه. ثانيا يعني طبعا احنا شايفين حاله القلق موجوده، ودي طبعا نبع من احنا شايفينه في كل انحاء العالم. يعني الدول الكبيره المتقدمه ذات الامكانيات الهائله في كل العالم احنا شايفين تداعيات هذا الفيروس او هذا الوباء العالمي موجود عليهم. احنا كل الهدف ان ربنا يكرمنا وما نوصلش في مرحله من هذه المراحل في هذه الدول. الدول زي ما انت حضرتك شايف، يعني احنا بنتكلم على دول كبيره جدا ذات امكانيات هائله. لما جه الفيروس ده وضرب اعداد كبيره من الناس، وناس كتير احتاجت المستشفيات والرعايات المركزه، النظام الصحي هناك اتلخبط، مش عارفين يلموا الموضوع نظرا لهذه الاعداد الهائله. فهو ده اللي احنا بنسعى اليه، اولا حمايه لصحه الانسان البشر المواطن، وزي ما شايف حضرتك هي قضية تمسنا جميعا. يعني ما فيش حد هنا دولة بتسيطر على الموقف لأنها مسؤولة عنه، وبتحط النظم والأسس حسب المعايير العالمية والخبرات المتراكمة والتعاون مع المنظمات العالمية. إنما لازم كلنا في هذه المرحلة يعني نتكاتف ونتعاون، لأن احنا كل خطوة بتتعمل تمس أو تحمي حماية البشر أو الإنسان المصري. نعم. فسيادتك زي ما أنا سمعت دلوقتي وأنت حضرتك سمعت كتير، دي عدوى تنفسية بتطلع من البشر من الإنسان، يعدي حد تاني، والحد التاني ممكن يعدي تالت ورابع وهكذا. نعم. كل ما قطعنا هذه الحلقة وكل ما لمينا الموضوع في عدد قليل جدا بقدر المستطاع، كل ما ضمنت إن ربنا يكرمنا وما يحصلش أعداد كبيرة هتبقى مشكلة حقيقية. نعم. ففي هذه الحالة لازم نتعاون جميعا. الموضوع في ايدينا، نطبق اللي الدولة بتقوله، لأن الدولة بتقوله دي خطة محسوبة، ومحسوبة كل تداعياتها وكل فوائدها، والفائدة الكبرى في كل هذه الأحوال عائدة على الإنسان أو المواطن، أنا وحضرتك وأخواتنا وأهلنا وكل الناس دي كلها. نعم. كنت أسأل سيادتك يا فندم على، طبعا هو مر يوم واحد على بداية حظر التجول، عايزين نتكلم على مدى التزام خلال الساعات المنقضية. إزاي حضرتك قيمت التجربة؟ أنا عارف أن هي قد تكون غير مكتملة لسه، لكن إزاي من خلال رؤية حضرتك قيمت الوضع؟ وعايز أعرف برضو إزاي حضرتك بتنسق مع السيدة وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عشان يكون عندنا قرار مصري في النهاية. حضرتك اللي أنا شايفه امبارح متابعة دقيقة جدا، هناك استجابة كبيرة جدا لهذا القرار. نعم. وسيادتك طبعا بتحد من احتمالية الحركة لأي حد لا يريد أن يلتزم، بأنك بتدلوش فرصة يروح فين، ولازم في التزام شديد بالقانون أنه يطبق هذا، لأن احنا مش عايزين الناس تتحرك وتنقل العدوى أو تتعدي أو تعدي. فهي اللي أنا شايفه مبارح، وإن شاء الله كل يوم هيبقى أحسن، لكن في المجال اللي أنا شفته سواء بالمتابعة الشخصية في الأماكن اللي أنا موجود فيها أو المتابعة عن طريق الإعلام، أنا شايف في التزام كبير جدا وشديد بهذا. وبعدين أنت اديت الناس الفرصة، اللي محتاج دواء هيلاقيه، اللي محتاج أكل هيلاقيه، اللي محتاج رعاية طبية هيلاقيها. ففي هذه الحالة هو دي الثلاث حاجات اللي أنت بتقلق منهم في مثل هذه الظروف. وأرجو أن نلتزم جميعا ونزيد من الالتزام ونؤكد على هذا، لأن كل ما عملنا هذا كل ما هيبقى الأمور أحسن كتير جدا بإذن الله. إزاي حضرتك يا فندم شايف بقى أن ده ممكن يأثر على الأعداد في الأيام القليلة القادمة؟ هل ممكن نلاقي الأعداد بتتناقص أو بتتراجع؟ اليوم البيانات اللي بتطلع من وزارة الصحة، كان في مؤتمر صحفي امبارح للسيدة الوزيرة مع السيد وزير الإعلام، بنقول بالضبط الأعداد الموجودة إيجابية، ونسب الوفيات ونسب الذين شفوا أو اللي خرجوا خلاص من مرحلة العلاج والبابة. فنتعشم في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله يكون الموقف أحسن بكثير جدا. وعايز أقول لك حاجة، أنت سألتني سؤال يمكن ما جاوبتش عليه. تفضل. هناك تنسيق كامل وشامل، لأن إحنا كلنا في حرب ضد هذا الفيروس،
نتعاون لحماية الوطن. فحضرتك التنسيق كامل من كل الجهات ومن كل المسؤولين وكل مراقبي الموقف لتنفيذ خطة مصرية وأحكامها. أنا بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا.